طيب السلام عليكم، اعرفكم بنفسي الاول. انا الدكتور محمد يوسف، انا استاذ مساعد في قسم هندسه الالكترونيات والاتصالات الكهربيه. احاول اكلمكم النهارده ان شاء الله على القسم بتاعنا. هو الاسم الرسمي بتاع القسم بتاعنا هندسه الالكترونيات والاتصالات الكهربيه، بس طبعا انتوا عارفينه اكتر بانه قسم اتصالات، تمام؟ وعشان كده يعني ايه ناس كتيرة فاكرة ان هو اتصالات بس زي ما هنتكلم كمان شوية هتعرفوا ان في تخصصات كتيرة في القسم عندنا. القسم هو مينلي 5 تخصصات هنتكلم يعني بالتفصيل عنهم، هحاول اشرح لكم الفروق بينهم. والقسم عندنا فيه نظامين دراسيين، نظام الفصلين ونظام الساعات المعتمدة اللي هو الكريدت اور سيستم. وبالنسبة للكور كورسز اللي انت بتدرسها سواء في نظام الفصلين او نظام الساعات المعتمدة متشابهين جدا، بس يمكن بيبقى عندك فلكسبيليتي اكتر في نظام الساعات المعتمدة ان انت تختار الكورسات بتاعتك، لكن في نظام الفصلين انت بتبقى مجبر على كورسز معينة، ويمكن ما يبقاش فيه اختيارات غير في سنة رابعة ما بين مادة مثلا اختياري في الترم الاول ومادة اختياري في الترم الثاني. يعني الى جانب طبعا نظام الساعات المعتمده يعني بيبقى فيه اكسبوجر اكتر مع الدكتور او مع المعيد نتيجه الريشيو ما بين عدد الطلبه وعدد الدكاتره اللي بيدرسوا. يعني طيب القسم بتاعنا ايه يعني بيحاول يعمل ايه؟ هو بيحاول يطلع خريج يبقى يعني مهندس متميز يقدر يكونتريبيوت للمجتمع، وفي نفس الوقت مش بس على المستوى المحلي والإقليمي، لا كمان على المستوى الدولي. يعني في ناس كتيرة من خريجينا مش بس لما يتخرجوا بيشتغلوا في مصر، في منهم بيبقى قادر ان هو يسافر ويشتغل بره، مش بس في المجال الأكاديمي، لا حتى في الشركات المالتي ناشنال. وطبعا في منهم في شركات مالتي ناشنال كتيرة فاتحة برضو في مصر هنا، وطبعا ده اللي بنركز عليه أكتر عشان نحاول ننمي الصناعة بتاعتنا بتاعت الالكترونيات والاتصالات في مصر يعني. والى جانب كده طبعا بنحاول برضو نركز في القسم على مجالات البحث، بحيث ان الخريج ده لما يتخرج برضو يبقى عنده فرص ان هو يعمل ابحاث ويطور بعد كده حاجات ليها صله بالمجتمع. بنحاول نأتراكت ازاي الطلبه المتميزين يعني زيكم يعني، بنحاول نحسن دايما في المعامل وفي امكانيات القسم عندنا. بنحاول نتيح مصادر المعرفة على قد ما بنقدر ونجيب مصادر دعم للمشاريع أو للطلبة المتميزين يعني. وفي نفس الوقت بنحاول دايما نحدث في لائحة الكلية أو اللائحة الدراسية عشان نواكب التطورات في سواء في المجال بتاعنا اللي هو بيتطور بسرعة جدا مجال الاتصالات والإلكترونيات يعني، أو ما يواكب برضو احتياجات سوق العمل يعني. وفي نفس الوقت بنحاول نعاون برضو الخريجين في الحصول على فرص عمل عن طريق مثلا احنا بنيجي في سنة ثالثة نبدأ نحاول نوفر لهم فرص تدريب في بعض الشركات مثلا الموجودة هنا، بحيث لما يجوا في سنة رابعة ويبدأوا يشتغلوا في مشاريع التخرج يبدأوا يشتغلوا في مشاريع التخرج ليها صلة بالشركات دي، بحيث لما الخريج بتاعنا يتخرج يبقى عنده الإمكانيات والمهارات اللي تؤهله ان هو يشتغل في شركة من دول على طول، ويبقى في نفس الوقت الخريج ده مناسب للشركة عنده المهارات المطلوبة من الشركات دي. بالنسبة للتخصصات بقى بتاعتنا، انا قلت لكم قبل كده هو القسم ما هواش اتصالات بس، الحقيقة هو الحقيقة فيه 5 تخصصات. التخصص الاول اللي هو مكتوب هنا يعني اللي هو الالكترونيات والدوائر الالكترونية، وده الحقيقة تخصص يعني فأقدر اجاوب على اسئلكم اكتر فيه يعني. طبعا الالكترونيات من الاسم يعني واضح ان هي هو شق هاردوير اكتر، لان انت هتبقى ده بنركز فيه اكتر على تصميم الدوائر. دوائر مثلا زي نفترض يعني حاجات زي مثلا دوائر الارسال والاستقبال مثلا في الموبايل او في ابراج الاتصال مثلا وحاجات زي كده اللي بنسميها الدوائر المتكامله، تمام؟ طبعا مفيش حد دلوقتي بيعمل الدوائر دي بايده زي زمان، لا الدوائر دي بتتصمم وبتتصنع في مصانع بره يعني كلها في جنوب شرق اسيا، وبعد كده الشركات بقى بتبدا تقيس الدوائر دي وتطلع منها المنتجات بتاعتها يعني. التخصص الثاني عندنا هو تخصص الاتصالات، ويمكن ده يعتبر اللير الاعلى، ان هو بيوريك بقى ازاي شبكات الاتصالات دي بتشتغل، اللي هو مثال شائع على حاجه زي دي مثلا شركات المحمول مثلا او شركات اخرى يعني، تمام؟ من ضمن برضو التخصصات اللي عندنا التحكم الالي،
وده ممكن تلاقوه اكتر مثلا في حاجات زي المصانع، في خطوط الانتاج، ازاي تتحكم في بروسس معينه بتحصل في خط انتاج او حاجه زي كده. والتخصص الرابع اللي هو الموجات، وده بنركز فيه في الدراسه على ازاي تقدر تنقل المعلومه من مكان لمكان عن طريق الموجات الايه الكهرومغناطيسيه مثلا. يعني ده احد الامثله عليها، زي مثلا في الصوره دي الساتلايت مثلا. يعني انت في الاخر كل حاجه ايه في الاتصالات اللاسلكيه بتبقى مرتبطه بالموجات يعني. فعشان كده بنركز على دراسه الموجات في القسم عندنا. عشان كده التخصص الخامس اللي هو الكترونيات الحاسب والانظمه المدمجه، اللي هو بيركز بقى على الكمبيوتر نتوركس. تمام. وممكن يبقى فيه شويه بقى ايه اوفرلاب ما بيننا وما بين قسم حاسبات في الحته دي. ممكن يكونوا هما بيركزوا اكتر على الجوانب السوفت وير، احنا بندرس برضو الكمبيوتر اركيتكتشرز وبعض الحاجات برضو ريليتد لكده، بس مش باستفاضه زيهم. ممكن يكون بيركز اكتر على الجوانب الهاردوير برضو الى جانب السوفت وير. بالنسبه لمهارات خريج القسم، احنا بنركز دايما على ثلاث محاور اساسيه. اول حاجه اللي هي الهاردوير سكيلز، وطبعا من اسمها الهاردوير سكيلز هي السكيلز المرتبطه بالحاجات اللي انت بتبنيها بايدك. يعني زي لو خدنا مثال مثلا الدوائر الالكترونيه، انك تقعد فعلا وتبني دوائر الكترونيه على بوردز وتقيسها وهكذا، فدي بنسميها الهاردوير سكيلز. فدي من احد الحاجات اللي بنركز عليها في القسم. هتلاقي مثلا في مشاريع كتيره في الكورسات اللي انت بتاخدها بتركز على حاجات زي دي. الحاجه الثانيه السوفت وير او البروجرامينج سكيلز، برضو بتاخد مشاريع كتيره من ضمن الكورسز انك ازاي تكتب بروجرامينج بقى على ديفرنت بروجرامينج لانجويجز المختلفه يعني. ودي ممكن يبقى فيها شويه اوفرلاب ما بيننا وما بين قسم حاسبات، بس احنا ممكن يعني نقول ان جزء الهاردوير عندنا هيبقى ايه مركزين عليه اكتر شويه. المحور الثالث اللي هو ايه السوفت سكيلز، اللي هي مثال عليها مثلا البرزنتيشن سكيلز او الدوكيومنتيشن، ازاي انك تكتب ريبورت او تكتب مشروع او بروجكت، اللي هي السكيلز اللي انت هتحتاجها لما تتخرج وتروح تشتغل في اي شركه ويبقى مطلوب منك مثلا تعمل ريبورت او تقرير عن اي حاجه معينه في الشغل عندك يعني. بالاضافه طبعا الى ايه المعرفه الاساسيه في المجالات المختلفه اللي تؤهل خريج القسم ان هو ما يبقاش بس عنده معرفه ضيقه في ايه في حاجات الخاصه بالقسم، لازم برضه يبقى عنده برود نوليدج شويه في حاجات مختلفه. لان خريج القسم بيلاقي فرص عمل في مجالات مش بس بيور في الاتصالات والالكترونيات مثلا، او يعني التخصصات اللي احنا اتكلمنا عليها، لا بتلاقيه برضه في شركات مثلا زي شركات البترول مثلا، لان كل حاجه دلوقتي بقت معتمده على الالكترونيكس والاتصالات والكمبيوتر. فدايما بتلاقي خريج اتصالات ليه مجالات شغل برضو في في في, في الحاجات التانية بالإضافة إلى تخصصاته يعني. طبعا عندنا يعني معامل في القسم كتيرة، مش لازم نجو ثرو الليستة بتاعت المعامل. بنحاول دي اللي بنحاول نركز فيها على الشق الهاردوير، وإزاي إن أنت تعمل مشاريع وتقيس الدوائر بتاعتك وتجرب الايه المشاريع اللي انت بتشتغل عليها في المعامل بتاعتنا. وبالنسبه للقسم عندنا، احنا عندنا 36 عضو هيئه تدريس بدرجه استاذ و9 اساتذه مساعدين و17 مدرس. يعني هم دول اللي بيدوكوا معظم الكورسز سواء في الكريدت اور سيستم او سواء في النظام الفصلين يعني. ومعظمهم بيبقوا خريجين يعني بعد ما اتخرجوا من القسم سافروا بره ودرسوا في جامعات يعني عالمية يعني، خدوا منها سواء رسائل الدكتوراه بتاعتهم وبيبقوا رجعوا بعد كده للقسم بحيث يفيدوا طلبة القسم يعني. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. في أسئلة كتير بتتبادر للطلبة مع دخول تختار الأقسام، أنا أختار القسم ده ليه وأني القسم إيه أني القسم أكتر يناسبني. باختيار الأقسام في ناس تبقى معاها مجموعة صلات ومجموعة حسابات، طب أنا أدخل أني؟ أنا شخص بحب مثلا الإلكترونكس وسمعت ان حسابات بيدرس فيها الكترونكس، بحب البرمجه واتصالات فيها برمجه، طب انا ايه الفرق بينهم؟ وانا اعرف اني قسم اتماس فيه اكتر ازاي؟ تمام. هو انت طبعا يعني كونك جايب مجموع الاثنين فدي حاجه كويسه، تمام. فانت عندك كده الايه الحريه ان انت تختار بيزد بقى على ايه؟ بناء على اللي انت بتحبه اكتر، خلاص؟ احنا في قسم اتصالات التركيز هيبقى اكتر على يعني احنا عندنا طبعا الجزء الهاردوير او الجزء العملي يعني والسوفت وير او البرمجه، بس ممكن يبقى التركيز عندنا
لو انت هتقارنه بقسم حاسبات تركيز اكتر على الجزء الهاردوير اكتر من قسم حاسبات. يعني قسم حاسبات ممكن يبقى في اعتقادي يعني الكور او التركيز الاكتر على السوفت وير والبرمجه، الى جانب ان انت بتدرس جزء الهاردوير اللي يساعدك في البرمجه. لكن ممكن يبقى الموضوع معكوس بقى عندنا احنا في قسم اتصالات، تركيز اكتر على الهاردوير بس الى جانب ايه هتاخد شويه سكيلز في البرمجه. يعني انا لو مهتم اكتر بالالكترونكس بيبقى طبيعي ان انا في اتصالات. مش بس الالكترونكس، يعني احنا زي ما اتكلمنا برضو خلي بالك قسم اتصالات عندنا خمس تخصصات، الالكترونكس والاتصالات نفسها اللي هي الكوميونيكيشنز والتحكم والموجات، ويعني اللي هي واتصالات الحاسب او الشبكات يعني. بس تركيزنا بيبقى مور تووردز الهاردوير، بس في نفس الوقت لازم برضو بندرس الخريج بتاعنا ايه سكيلز في البرمجه لانها برضو بتبقى مطلوبه. طب انا خلاص كده استقريت ودخلت مثلا اتصالات، هيكون ايه سوق العمل بالنسبه لي في مصر الاول؟ خاصه ان يعني زي ما بنسمع بيبقى سوق العمل الالكترونكس ضيق، خاصه ان مثلا مفيش غير مصنع واحد بس في مصر هو الالكترونكس واحد الانتاج الحربي بيبنها هو ده اللي مسؤول عن الالكترونكس، فهل في فرص عمل ثانيه في مصر؟ تمام، خلينا نتكلم على الالكترونكس بالذات لان هي تخصصي يعني ايه اعرف اتكلم فيها بسهوله. طبعا احنا مجال الالكترونيات يعني مش هكذب عليك، طبعا احنا للاسف في مصر متاخرين فيه عن العالم كله، يعني لازم نكون معترفين بكده. تمام، بس ده ما يمنعش ان احنا بنحاول نوجد المناخ المناسب ان احنا ننمي الصناعه دي في مصر، سواء محليا او سواء ان احنا نجتذب شركات مالتي ناشونال تيجي تفتح في مصر. تمام، وده فعلا بدا يعني انت فعلا اديت امثله، الحاجات الحاليه موجوده اللي بتصنع في مصر قليله. تمام، لكن معظم الشركات اللي بتشتغل في مجال الالكترونيات الحديثه دلوقتي في العالم كله ما بقتش لازم عندها المصانع بتاعتها، مش هي اللي بتصنع الحاجه، هي بتبقى هي الشركات دي مسؤوله عن تصميم الدوائر الالكترونيه، وبقت معظم صناعه الالكترونيات متجهه ان التصنيع كله بيبقى في جنوب شرق اسيا في مصانع مخصصه هناك، فبقى ده النموذج اللي معظم الشركات المالتي ناشونال دلوقتي ماشيه بيه. فده بيسهل على ان انت تقدر تعمل ستارت اب كومبانيز اللي هي الشركات تبدا يعني ايه بانفستمنت او باستثمار يعني، وتحاول ايه الشركه دي تكبر وتبيع المنتجات بتاعتها بعد كده يعني. او زي ما قلت لك ان احنا نجتذب استثمارات اجنبيه ومالتي ناشونال كومبانيز تيجي، وبقى في امثله كتيره دلوقتي في مصر يعني مش عايز اقول يعني اسامي الشركات يعني، بس في امثله كتيره لشركات مالتي ناشونال في مصر سواء في مجال التصميم الالكتروني الالكترونيك سيركت او مجال مثلا حتى الكاد تولز اللي هي الكمبيوتر ايدد ديزاين تولز اللي هي بتساعد الديزاينر في الديزاين بتاع الالكترونكس يعني. فبقى في شركات كتيره بتحاول تفتح في مصر لان في دلوقتي يعني ايه خريجين كتار مؤهلين، فده بيأتراكت الشركات انها تيجي تفتح في دول زي مصر مثلا. طب دلوقتي حاجه زي ما قلت في عندنا خمس تخصصات في اتصالات، طب هل دراسه التخصصات دي في الاول زحمه؟ يعني انا دلوقتي عندي الحاجات دي كتير مع بعض، هل اقدر ادرس قسم او جزء التخصص اللي انا عايزه بسهوله ولا هبقى مضغوط عليا قوي بسبب ان انا يعني بذاكر ده وبذاكر ده وبذاكر ده، واشتغل في اني احسن اتصالات ولا الالكترونيات؟ يعني هل برضه شغل اتصالات متوفر في مصر ابرج الاتصالات والكلام ده كله؟ تمام، لا وبص بالنسبه لدراسه التخصصات دي كلها هي الحقيقه مترابطه كلها ببعض. تمام، وانت بتلاقي مثلا في سنه اولى وثانيه بالذات معظم اللي انت بتدرسه لسه بيبقى البيزكس او اللي احنا بنسميه الفاندمنتالز الاساسيات. تمام، اللي هي هتخدم على كل التخصصات دي. لما تبدا بقى تطلع لثالثه ورابعه هتبدا بقى تلاقي مواد تتفرع بقى، الماده دي مركزه على التخصص ده، الماده دي مركزه على التخصص ده، وهكذا. كله بقى ساعتها في ثالثه ورابعه مبني على الايه البيزكس والفاندمنتالز انت درستها في سنه اولى وفي سنه ثانيه. فالحقيقه هتلاقي في الاخر ان كل حاجه مربوطه ببعض، اللي انت بتدرسه في تخصص الموجات هتلاقيه مفيد ليك في الايه في الالكترونيات، لان الالكترونيات مرتبطه جدا بالايه بالموجات بالذات لو بدات تتكلم على مثلا دوائر الارسال والاستقبال مثلا. تمام، بالظبط مثلا بلوتوث. تمام، برضو اللي انت بتدرسه في شبكات الحاسب
هتلاقيه يعني برضو ليه اتصالات كتير، يعني ليه علاقة كتيرة بكل التخصصات التانية يعني، فاهم قصدي؟ فهتلاقي كل يعني هتلاقي الدنيا كلها كل ما يعني ايه كل ما بتطلع سنة في القسم هتلاقي ايه اقدر انا درسته ده في اولى فعلا مفيد ليا، ده انا دلوقتي بقدر ابني عليه اللي انا بدرسه بقى في ايه في ثالثه وفي رابعه وهكذا يعني. تمام. وبالنسبه لسؤالك التاني بتاع سوق العمل يعني الالكترونيات والاتصالات، هي دي الحقيقه بتبقى ايه اولا على حسب ميولك انت يعني، في ناس بتحب الاتصالات اكتر خلاص، او في ناس بتحب الالكترونيات اكتر، او اي تخصص تاني ممكن يبقى يعني. طبعا كويس ان تبقى عارف كده من بدري، بس انا قصدي ممكن ده ما يتضح لكش دلوقتي غير لما تبدا بقى تدرس الحاجات دي فعلا في ثالثه ورابعه. فانت برضو لما تخش القسم وتبدا تدرس المواد المختلفه دي هيبدا يظهر لك بقى طب انا بفضل انهي عن انهي وهكذا. وبالنسبه لسوق العمل ده متغير بقى يعني، ساعات ممكن تلاقي فترات كده الاتصالات مطلوبه جدا، ساعات تلاقي والله في فرص كويسه في الالكترونيات وهكذا، فده بيتغير من سنه لسنه يعني. طب في الوقت الحالي نقدر نقول انهي مجال مطلوب اكتر؟ وفي مثلا مجال ممكن يبقى مطلوب في مصر وبره مثلا مجال تاني هو المطلوب اكتر يعني، الصف اللي خارج من الحاجات اللي الناس كتير بتفكر فيها. تمام. هل هي اصلا حاجه احسن ولا ان انا اشوف مصر ولا اصلا الدول العربيه في المجال ده يكون ان انا اروح هناك احسن؟ بص هو بالنسبه لمجال الاتصالات والالكترونيات. تمام. هو بالنسبه للمجالات يعني زي ما احنا قلنا من شويه مجال الالكترونيات مازال محدود شويه، بتزيد طبعا عن زمان بس لسه محدود. الاتصالات يمكن مجالاتها اكبر شويه في الشغل. وفي مجال طبعا الامبيدد ده من المجالات اللي بقى لها كذا سنه، في شركات مالتي ناشونال برضو فتحت في مصر وناس كتيره بدات تتجه للاتجاه ده. بالنسبه بقى للسفر بره طبعا الميزه زي ما كنا بنقول ان القسم بيعدك فعلا ان انت تبقى خريج على مش بس مستوى المحلي، لا مستوى اقليمي ودولي، وفعلا في ناس كتيره اللي بتدرسه ده بيأهلها ان هي تقدر تسافر بره لو هي عايزه تكمل مثلا دراستها بره يعني. في ناس بتبقى احسن عايزه تكمل ماجستير بره او عايزه تعمل دكتوراه بره وهكذا. اللي انت درسته هنا خريج القسم فعلا لما بقارنه بخريجين جامعات بره بيبقى مستوى متقارب جدا يعني، لان فعلا بنركز على تدريس فاندمنتلز، في الخريج بيبقى طالع قوي جدا وعارف الكلام ده كله. ممكن بس عشان يعني نبقى صراحه بره بيبقى عندهم امكانيات اكتر مثلا في المعامل، فبيبقى عنده خبره عمليه اكتر شويه من خريج القسم عندنا يعني. وفي نفس الوقت في ناس كتيره من خلال دراستها بعد ما بتتخرج بتقدر تحصل على فرص عمل في الخارج يعني. في ناس كتيره جدا ممكن بتقدم على شغل وبتقدر تسافر فعلا للخارج في مجالات عمل. طبعا الافضل بقى ايه دي طبعا حاجه شخصيه بقى يعني، دي كل واحد بقى وايه هو بيفضل ايه. طب السؤال الاخير بالنسبه لمجال التكنولوجيا دلوقتي، التكنولوجيا بتتطور بشكل قوي جدا خاصه مجال الذكاء الصناعي والكوانتم كومبيوتنج الكلام ده كله، فهل يعني ده هياثر عليا انا كشخص بدرس الكترونكس اتصالات وازاي اواكب الكلام ده؟ تمام. ده سؤال كويس. هو طبعا دراستك في القسم عاده بتركز على الفاندمنتالز والبيزكس، تمام، وبنحاول دايما ان احنا يعني نواكب التطور زي ما انت بتقول، بس دايما بيبقى متروك للطالب ان هو يكمل الجزء الايه الاخير، فبيبقى متروك ليك ان انت مثلا ايه تقرا اكتر في المجالات اللي انت حاببها مثلا، تيجي في الصيف تحضر مثلا دورات زياده في المجال اللي انت حابه، او تقرا مراجع زياده في الايه في المجالات اللي انت حاببها وهكذا. فدي في عامل كبير مش بس على الكليه بس بيبقى على الطالب نفسه ان هو يكمل بعض الحاجات من خلال تدريب او القرايه. من ضمن مثلا حاجات اللي احنا يعني مفيده جدا للطلبه عندنا في القسم ان هم يشتركوا في جمعيات مثلا زي الاي تريبل اي، لان دي بتنشر دوريات بيبقى دايما فيها ايه اخر الابحاث واخر التطورات في كل بقى التخصصات الايه الخمسه اللي احنا اتكلمنا عليها دي، ويمكن طبعا حاجات اكتر جدا من كده. بيبقى عندهم مجلات دوريه بتطلع كل شهر، فدايما مفيد ان انت ايه تطلع على الابحاث دي. وطبعا في الاخر بقى لو انت اتخرجت ولسه عايز اكتر طبعا انك تعمل بقى ممكن تعمل ماجستير، فتقدر تكمل بقى وايه تتخصص في جزء وتقدر تعمل فيه ابحاث متطوره في المجال اللي انت حابه يعني. شكرا جدا دكتور. عفوا، مفيش حاجه.